صباح الخير لكل المشاهدين، جولة جديدة بكونكتد مع آخر الأخبار يلي عم بتنقلوها المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. مثل كل سنة مشاهدينا بتعرفوا بيصير في مناسبة كتير كبيرة بشهر رمضان، والسنة 24 كيرات عم بيكسر المقاييس، وخاصة أنه قبل ما يعرض هالمسلسل على شاشة الام تي في، إذا بس بتفوتوا على السوشيال ميديا وبتحطوا 24 كيرات بتشوفوا قدي العالم عم بيتفاعلوا مع هالمسلسل. شي كتير مهضوم صار بغزة، وكان في مظاهرة من نوع آخر مثل ما عم بتشوفوا هالأطفال على أحد شواطئ غزة، كتبوا تفاصيل المسلسل وأسماء ممثلي. أما الشغلة المهضومة كمان، ماجي بغصن قالت إنه اليوم ما بتستغرب إنه هالقد هالبرنامج أخذ المسلسل أخذ ضجة قبل ما نشوفه على شاشة الام تي في، خاصة وأنه بيجمع ألمع نجوم الدراما اللبنانية والسورية بقصة مشوقة وتمثيل محترف. أما جولتنا رح تستمر مع موقع الفن يلي كان عنده كمان مقابلة مع سميرة توفيق، ورغم الفراغ الرئاسي سألوها لسميرة توفيق إذا بعد عندها أمل بلبنان. جوابها كان كتير صادق وصريح، وقالت لهم بالتأكيد أنه هي بعدها بتآمن بلبنان طالما في عالم طيبين موجودين بهالوطن بدافعوا عنه وبيضحوا كرماله، رح يبقى الأمل بقلبه وبقلب كل لبناني أصيل، وأكيد ما رح نقدر نتخلى عن الوطن، فهو بقلبنا ونحن بقلبه. من ناحية تانية وعن الموضوع والسوء التفاهم اللي صار بينها وبين نجوى كرم، وكانوا الفانس تبع نجوى كرم قاموا بحملة على سميرة توفيق على تويتر، فقالت إنه هي اليوم منا زعلانة وهي ما أخطأت بحق نجوى كرم وما قالت أي كلمة مسيئة تجاهها، ولكن نجوى صديقة وبتحبها كفنانة وكصوت وهي بتمثل لبنان خير تمثيل. أما عن إنه غنت لها أغنية من دون ما تستأذنها، فهي أبداً منعت باني عليها. نجوى كرم بهالأوقات موجودة بكرواتيا كرمال تصور فيديو كليب أغنيتها الجديدة. هالأغنية اللي اسمها أغنية بوسة قبل النوم رح تضلها نجوى 5 أيام بكرواتيا وعم بتصور مع المخرج فادي حداد، وكانت نشرت هالصور على السوشيال ميديا وتحديداً على الإنستغرام. أما الفيديو كليب فمتوقع أنه نشوفه بشهر رمضان المبارك، آخر شهر رمضان مبارك عفواً. وفادي حداد مثل ما عم بتشوفوا عم بدال ينشر صور على التويتر ويعمل kind of teaser للعالم عن الموقع يلي عم بتم فيه تصوير الفيديو كليب. شغلة مهضومة شفناها على السوشيال ميديا وكتب عنا موقع الام تي في، اليوم بتعرفوا انه شخص عادي يكون بحب او مغرم بفنان شي طبيعي، ولكن انه نجمة جماهيرية تكون مغرومة بنجم جماهيري هيدا شي منه كتير معودين عليه. عم نحكي عن الممثلة السورية شكران مرتجى يلي اليوم بتعبر عن حبها لوائل كفوري يوميا على تويتر. اذا بتفوتوا على صفحتها الخاصة بتشوفوا اكثر اسم متداول هو وائل كفوري، واخر ما كتبت له قالت له فيه وائل ممنوع بقى طفل، لازم تبقى طل كليب وكليبين مش أقل، ماي بيك ستار الغرام المستحيل. أما الشغلة الثانية فمش بس لحالة شكران هي اللي بتحبه لوائل كفوري وبتعبر عن هالشي على السوشيال ميديا، فزميلة والإعلامية منى أبو حمزة كتبت لشكران ووائل كفوري وقالت له حذري شو وائل كمان هالأسبوع عمل لي فولو على تويتر. بالوقت يلي عم يحكوا عن وائل كفوري المشاهير، وائل مشغول بالمغرب وعم بحطم الأرقام القياسية، فمن بعد غياب 3 سنين عن مهرجانات الموازين بالمغرب كسر رقم قياسي عم بتشوفوا هالصور يلي نشرها على الإنستغرام الخاص فيها، وكان موجود أكثر من 180 ألف شخص عم بيحضروا هالحفل المميز. الأسبوع الماضي على السوشيال ميديا شفنا صورة لوزير التربية الياس بو صعب، وكان هو عم بيقوم بجولة على بعض المدارس وكانوا التلاميذ عم بيعملوا الامتحانات الرسمية. بوقتها بيّن وراه في صبيتين وكأنه عم بغشوا. اليوم نشر هالصورة الوزير أبو صعب وقال أنه هو عم بيزور الصبية اللي تعرضت لكتير من النقد، وبيقول أنه هيدا هو قلم الكوركشن اللي أعادته أسماء لجنى وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة كانت ظالمة. جولتنا مستمرة ومستمرة على السوشيال ميديا تحديداً، ومن بعد 10 سنوات على زواجهم المخرج طارق العريان حب أنه يعبر عن حبه لأصالة، وقال أنه هو اليوم من بعد 10 سنين ما زال الحب عم يكبر وما زالت حبيبته عم تصغر سناً ما شاء الله. أما أصالة من ناحية تانية وهي كانت عم بتقوم باستلام جائزة لها الأسبوع الماضي وعتبتها بنتها شام على أدائها، فحبت أنه توجه لها رسالة علنية وقالت لها شاميتي هي رسالة علنية بدي أعرفك فيها أنه ما لازم عطول نكون مثل ما لازم، لأنه مرات الظروف بتلعب دور لتخرب جزء من العمل يلي بدنا ننجزه،
وحكيت أمور تانية أصالة ونهيت، فقالت لها ما تزعلي عن بارح لأنه نحنا خلقنا نغلط ونصيب، ومبارح أنا عملت الاثنين. أما هيفا وهبي فقررت أنه تستعمل السوشيال ميديا هالأسبوع لتخبر كل الفانز شو هي بتحب بحالة تحديداً. نشرت هالصورة ومثل ما عم بتشوفوا على الشمعة محفور القلب بيعشق كل جميل، وكتبت أنه هي بتحب عيونها كتير، وخاصة مش لأنه بس لشكلهم ولكن للقصص اللي بخلوها أنه بتشوف من خلالهم. صورة تانية كمان انتشرت على السوشيال ميديا، وكان انفاكت موقع الام تي في تحديدا نشر هالصورة. هالصورة هي للفنان زياد برجي، ومثل ما عم نشوف بهالصورة كان عم يتناول جسد المسيح بالقداس اللي أقيم لوداع الممثل عصام بريدي. كثير من الأشخاص علقوا على هالصورة وقالوا إنه زياد اللي هو مسلم شيعي عم يتناول القربان، وواضح لكن إنه زياد أبدا ما عم بقوم بهيدا الموضوع بالسر الإعلامي. كل موجود أغلب أهل الفن كانوا موجودين، ونحن منقله تحية لزياد لأنه اليوم عبر عن رأيه بحرية وتصرف بطبيعة تامة، وبنعرف نحن أنه كتير من الأخوان المسلمين بيتعبدوا للعذراء، وهيدي المشاركة كانت مشاركة حلوة وملتزم بالدين اللي نحن نذكره لسوء الحظ على إخراج الأيد. أما موقع حصرياً فكان عنده فيديو مميز نشره، عم نحكي عن الكوميدي ماريو باسيل. ماريو باسيل اللي تعودنا نشوفه نضحك معه وننبسط معه، ولا مرة عرفنا رأيه السياسي. إنما إذا بدي أقولكم شو بتتوقعوا رأي ماريو باسيل بالدكتور سمير جعجع، فما في لكم إلا أنه تسمعوا معي هالفيديو المهم. بحس بكونكشن معه أكثر من غير قاضي على الأرض، لانه انا بآمن بالترانسفورميشن، بالاويكنينج، بالويزدوم، وبالنهايه الكلمه اللي عم بيقولها هي بتمثل كمان انا شو فكري، يلي هو ضد العنف، يصير عندنا دوله نكون عايشين بامان، نكون حضاريين، ماشيين لشيء حلو وبيلبق لنا نحن كمجتمع لبناني الاصيل. لانه انا بعتبر انه نحن هيدي هي، وقلتها بمسرحياتي انه فن وابداع وكوميدي، هيدي المقاومه المضبوطه اللي بتخلي الطابع والصوره تبع لبنان. فمن هون رايي بالحكيم على الصعيد الشخصي انا اكيد معه، لانه بيمثل بيجسد فكره غير قاضي. يعني وقت اللي بيصيروا بيحكوا انا شو بحب، انا بزقف لهم. وبالنهاية يعني الإنسان بيتعلم من أخطائه، وفي مثل شهير بيقول سأل مجرب وما تسأل حكيم. طب كيف إذا كان مجرب وحكيم؟ من بعد رأي ماريو باسيل الصريح والواضح رح نستكمل جولتنا ورح ننتقل على إنجلند تحديداً، والصور الأولى يلي تم نشرها لبرنس جورج وهو عم ببوس أخته الصغيرة تشارلت. هالصور هن أول صور تم نشرهم من قبل كنزينغتون بالاس، ومثل ما عم نشوف البرنسس تشارلت يلي عمرها تقريباً أكثر من شهر بشوي مع خيها يلي بيبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر. هالصور أخذوا كتير درجة إيجابية على السوشيال ميديا، وكتير من الأشخاص كمان عملوا لهم ريشير على تويتر. أما أيرينا شيك اللي مؤخراً حكينا كذا مرة عن علاقتها ببرادلي كوبر، برادلي كوبر يعني نهار الأحد كان موجود بتوني أوردز بأمريكا، وكان هالحفل مثل ما قلنا نهار الأحد. لسوء الحظ بدنا نعتذر من أيرينا شيك لأنه قرر أنه ياخد والدته وأخته معه على هالحفل. بهيدا الوقت كانت أيرينا شيك بالبيت ونشرت على الإنستغرام الخاص فيها صورة من فوتوشوت قامت فيه خلال هيدا النهار. أما الأشخاص على السوشيال ميديا فعلا وطلبوا من برادلي كوبر انه فاينلي يعترف رسميا بعلاقته بايرينا شيك، وكلهم ناطرينهم انهم يشوفون على ريد كاربت المقبل سوا. جولتنا مستمره ورح ننتقل عند بيونسي. بيونسي اللي عملت فوبا هالاسبوع، كان نشر جود مورنينج امريكا تيزر صغير من خلاله عم بقول بيونسي بدها تعمل اناونسمنت او اعلان كثير مهم. الاشخاص كثير نطروا هالاعلان وكانوا ناطرين بفارغ الصبر، متوقعين انه يكون في اعلان عن اغنيه جديده او فيديو كليب جديد.
جديد. شغلة مثل ما عم بتشوفوا بهالتويتس كانوا كل الأشخاص زعلانين وعم بيعاتبوها لبيونسي لأنه وعتهم كتير بكير بس تيعرفوا شو الدايت يلي هي عم بتقوم فيه. اليوم بيونسي يلي عم بتسوق للفيجن دايت يلي هي بتقوم فيه وكتار من الأشخاص بيعرفوا أنه أوريدي بتعمله سو هالأناونسمنت ما كان هالقد مهم وبده هالضجة كلها، بلشوا يعلقوا على السوشيال ميديا الخاصة بيونسي مثل ما عم بتشوفوا وعم بحطوا كل هالأكل يلي بعيد كل البعد عن الفيجن دايت، حاطين لها البيتزا والهامبرجر وعم تتعرض للانتقاد الكتير كبير خاصة من أكثر الأشخاص يلي بحبوها. بالوقت يلي بيونسي مجهولة هلأ تصلح خطأها، كيم كارداشيان قررت أنه تعيد زوجها كاني ويست بطريقة كتير مميزة. كيم كارداشيان عادة بتهدي أمور فيزيكال إذا بدنا أو ماتيريال لكاني ويست، إنما هالصورة اللي عم تشوفوها هون نشرتها على الإنستغرام الخاص فيها وهي إخدته على سربرايز. سربرايز كانت أنها استأجرت مركز ممارسة الرياضة يلي عم تشوفوه هون ستيبلز سنتر، وكانت الهدية أنه جوزها يدعي أنه هو لاعب كرة سلة محترف ليوم واحد. كلفها أنه تستأجر هالملعب حوالي $110,000، أما الأشخاص اللي كانوا موجودين فكان منهم جاستن بيبر وعدد كبير من نجوم كرة السلة الأمريكية. كان كتير مبسوط كاني ويست بهالسربرايز اللي كتير حلوة، وكمان الشيء كتير حلو كمان أنه كان عنده شخص كتير مميز عم بغني له وهو جون ليجند، غني له هابي بيرثدي، ونحن كمان عنا فيديو كتير قصير من أجواء عيده لكاني ويست إن كان على ملعب كرة السلة أو هو جون ليجند عم بغني له هابي بيرثدي. خلينا نشوفه سوا. مثل ما عم نشوف نحن هون كمان بالفيديو كثير من النجوم الباسكتبول الامريكيه منهم شاكيل اونيل وغيرهم كثار كمان وجهوا له رساله لكانيي ويست على البيك سكرين بقلب ستيبلز سنتر، وكان هون عم نشوف كمان جاستن بيبر وهو عم بيشارك بلعبه كره السله. من هالفيديو المهضوم يلي نحن جمعناهم من عدد كبير من الفيديو من الانستغرامز الاكونتس الانستغرامز لكثير من المشاهير، كل واحد حاب ينشر الاكسبيرينس الخاصه فيه بعيد كانيي ويست، وبالوقت يلي كيم كارداشيان عم تعيد عيد زوجها وعم تدفع $110,000، من اغنى اغنياء العالم انجلينا جولي وبراد بيت حبوا انه يعودوا اطفالهم على التواضع. كيف حبوا يعبروا عن هالشي؟ سافروا هن واطفالهم من لوس انجلوس لباريس بالايكونومي. مثل ما عم بتشوفوا هالصور يلي انتشروا على المواقع الالكترونيه بتفرجي كيف هالكوبل والثنائي يلي معه كثير مصاري وحتى بيقدر ياخذ برايفت جيت قرر انه يسافر ايكونومي حتى يعلم اطفاله انه التواضع كثير مهم بالحياه. بهالخبر المهضوم نحن اليوم بنكون خلصنا اخبارنا، في عنا فيديو كثير مميز رح ننهي فيه. هالفيديو مش عن يوتيوب، هالفيديو عن فيسبوك وحصل 22 مليون مشاهده. بتعرفوا في لعبه الروبيك كيوب او المكعب يلي فيه كذا لون، شخص من هالاشخاص بيقدر يعمله برقم قياسي حوالي 40 ثانيه، والاهم من هيدا كله انه بيعمل هالكيوب من دون ما يتطلع فيه. خلينا نشوف الفيديو سوا وانا بودعكم واكيد ام تي في الايف مكمل. Esse cubo já passou ileso dentro de casa de cada um, está deixando tudo muito larga. Onde ele começa? Uai, pegou pesado. Tá rezando? O que você tá fazendo aí? Calculando cosseno? Tá rezando? Vai lá, pastor. O triângulo retângulo? Abençoa ele. É o rinche. É básica, ela tá nessa parte. Ih.
Você vê que não é que atropela.